سميتي محمد حمدي من قلعة مقونة. اليوم غادي نهضروا على المشاكل ديال غادي نهضروا في واحد المجال ديال البناء اللي ما عمر هضر عليه شي واحد. غادي نحاولوا نقربوكم لبعض المشاكل والمعاناة اللي كيعيشوها البنايا والتهميش اللي كيعيشوها والناس اللي كيشريو عاوتاني وهذا الشيء ديال الفلوس والاستثمارات كاع في هذا الشيء ديال البني. غادي نحاولوا نقربوكم يعني البني. انا خدام في البني بصراحه، انا خدام في البني وكنت تعرضت لصدمات قويه بزاف في هذا الشيء ديال البناء. يعني انا راه كان صاحبي طاح في اكادير، يعني عندي خبره من 2007 الى اليوم، راه عندي خبره بزاف ديال البني. ولكن حنا البنايه مهمشين، ما عمر شي واحد في المغاربه هضر على هذا الشيء. انا هضرت في اكادير، هبطنا القانون في شركه كبيره عملاقه في اكادير، هبطنا فيها القانون في اكادير في 2010، هبطنا القانون، جراو عليا عاوتاني، جيت لمراكش جمعت الناس، يعني حاولنا عاوتاني نديروا مظاهرات سلميه باش نهضروا على الحقوق ديال البنايه، حيت ما كاين لا سيرتيفيكا لا والو. ديما البنايه راه خدام، نهار كيحبس راه كلشي كيتحبس. فجينا عاوتاني لمراكش بغينا نديروا مظاهرات سلميه، حاولنا نجمعوا، درنا مظاهرات سلميه، خرج 3000 واحد للشارع، يعني بدينا كنهضروا بحال هكا. وشويه دخلوا شي واحدين استغلوا هذيك الفرصه، هرسوا الطوموبيلات، هرسوا بزاف ديال الحوايج، يعني تشدوا الناس. يعني حتى انا تشديت معاهم ديك الساعه وقالوا لي لا شكون اللي قال لكم حرقوا الطوموبيلات، شكون اللي كذا. المهم تفكات هذيك القضيه، ماشي مشكل. انا جيت عاوتاني لكازا هنايا خدام باش نحاول دابا نقربكم للمعاناه ديال البنايه. البنايه ما عمر شي واحد كيهضر عليهم، حنا كنشدوا الدار بوالو. يعني انا حاليا عندي مسؤوليه كبيره، يعني راه شاد الدار انا اللي مكلف بها وخدام معايا مول الدار، يعني مول الدار انا، حنا جوج الناس، هذيك المسؤوليه كلشي عليا. اللي جيت تشوف هذيك المسؤوليه راه غير فابور. انا تراسيتها في الارض، حطيتها، وجدتها، عيطت للمهندس قال لي، عيطت على المهندس كيسيفط لي كونترول. سنا عاوتاني الضاله الثانيه الثالثه الرابعه اللي لحت في هذا السبت هذا، عيطت لاول مره كيجي المهندس ديال المشروع ديال السبيط يطمن لي لهنايا في كازا في جهه سطات الدار البيضاء. جا السيد لاول مره كيجي المهندس، قلت له راه وجدت الضاله جي باش تسني لينا. دخل السيد شاف الضاله من التحت، ما طلعش معايا لفوق يسني البون، يعني جبد البون قدام مول الدار سينا، ما عرفنيش انا، كان بان ليه صغير. قال ليه لاول مره كنجي لهذا المشروع هذا كنلقى شي خدمه نقيه، حيت كنطبق داك الشيء اللي كاين في البلان. خدام معايا مول الدار كنقول له زيد السيما كيزيدها، راه الحداد ما نرحموش قبل ما يجي المهندس. يعني الانسان اللي كيبغي المعقول ما كيبغيوش الناس. انا حاليا وشحال من مره شديت الخدمه عند مقاول، كيجي مقاول كنخدم معاه الناس فاش كنبغي نطبق هذاك الشيء اللي كاين في البلان، كيجري عليا جوج مقاولين داروها عليا في كازا. يعني شديت الخدمه واحد المره تسمرت شي سواري بحال هكا، هزيت واحد السريه بغيت نحطها، لقيت في البلان عندي 8 د القتبان، جاب هو السريه فيها 6 د القتبان، قلت ليه ما يمكنش. ناضوا شي واحدين غيتوا العساس وكذا، عيطوا للمقاول جا قال لك ماشي شغلك، دير داك الشيء اللي كنقول لك دير. قلت ليه هذيك الهضره قولها لشي واحد اخر، انا راه حياتي خدام وغنخسرك انت وخسر 1000 بحالك وما غاديش نخدم. يعني راه بيني وبين الله وعندي مسؤوليه، هذا هو اللي كاين من نيتي، وما كنخافش من شي واحد. راه كيعرفوني هنايا، راه الدار ديال هنايا في كازا، راه مقاول شدها عيط لي قال لك واش جيت خدمها، قلت لي ماشي مشكل نجي. جيت قلت لي جيب لي شخص واحد، حيت الا جاب لي المعلمين بعض المرات ما غاديش نتفاهم مع المعلم، يقدر يجيب شي معلم هو كيقول لي دير داك الشيء اللي بغى، يعني غادي نوليو مشروكين في هذيك الخدمه. يقدر نبني انا الحيط السيما، يبني هذاك المعلم كيدير داك الشيء اللي قال ليه الباترون بلا سيما، يعني كنولي شارك معاهم. انا كنحبس هذاك الشيء كنفاريها معاهم، شحال من خدمه خسرتها، ما عمرني كنفكر في الفلوس، فعلا كنخدم بيدي كنجبدهم ولكن عادي. المهم خدمت، عيط لي المقاول قال لك راه شدي الدار، قال لك يلاه شوفها، شفتها من التحت للفوق قراتيتها، خرجت فيها تقريبا واحد 17 كاميو اللي خرج في هذيك الدار كاتريام بوحدي. راه الا مشيتو شفتوها غادي سولوا ابراهيم النقاش غادي يقول لكم هذاك السيد فنان. يعني بقيت فيها ثلاث سيقات بشحال، هذيك مسؤوليه فابور، الباترون كل سيمانه يجيب لك، انا عندي الترامواي وغادي جاي وخدام عاوتاني في عين السبع، وقسم لك يمينا الى جوج طوبيسات في الصباح وجوج في العشيه. ديك الساعه باقي ما كاينش الترامواي، الطوبيس تسعود وكذا، والله الا سبعات شهور وانا غادي جوج طوبيسات في الصباح وجوج في العشيه، كنخرج مع الفجر كنوصل لتسفا مثلا مع 11 ديال الليل. وبشحال حيت لقيت راحتي ولقيت شي حاجه مرتاح فيها غادي نمشي واخا ما نشيط فيها، المهم ما نكونش غشاش، هذا هو اللي كاين. اما هاد الدار هادي اللي شديت دابا باش تعرفوا شويه ديال المعاناه، هاد الدار هادي ديال السبت راه شديتها دابا 4 شهور وانا داخل فيها، يلا بانتيت فيها 20 يوم ديال الخدمه. ومثلا هاد 4 شهور اش غناكل فيها انا؟ واش مول الدار غيخلص لي؟ راه ما عنده ما يخلص لي. انا ذاك النهار ما عندوش الشنديل، مشيت معاه، مشينا للعراقي، مشينا لهنا، مشينا للضروه نهار كامل باش دبرنا على الشنديل، جبناه في الضروه وجبناه لسيدي حجاج. هذاك النهار غنتخلص فيه، ما غاديش نتخلص فيه. يعني الا سمرت الضاله بيدي راه انا اللي مكلف بها، وكنطلع الدراري الفوق وكان بلاصي ليهم البوجي، يوم فوا يقدر هذاك البوجي يجر لك هذيك الضاله كامله، هذوك العطاشه اللي لتحت كلشي غادي يموتوا.
راه كنصور بعض المرات الا بغيت نلوح الضاله مثلا انا كنصور شي فيديوهات وكنحطهم مثلا في الفيسبوك والناس كتفاعل معاهم يعني وما توقعتش المهندس يقول لي هذه الهضره هذا هو اللي خلاني نقول هذا الشيء يعني لاول مره كنسمع شي حاجه حتى البناي ديما محقور دابا الا بغيتي تقلب نتاع الخدمه ما غاديش نمشي انا بهذه الطريقه هذه محسن وغنمشي نقلب على خصني نكون موسخ ومغوفل ونمشي بحال هكا ونمشي مهمش باش يقبلني هذه جربتها دابا الا مشيت حاليا بهذه الطريقه هذه ما غاديش نتقبل خصني نبقى تنغوفل نلبس شي حاجه مقطعه ونمشي نقول لي واش خاصك معلم عادي يقول لي اجي تخدم شوف شوف على تاه ما جيت مع المرات كيفكروا في هذه المقاوله عادي يعطيك فرصه غير تهضر معاه اما باش يدي معاك ويجي معاك لا سيرت عاوتاني الدراري في الشركه عملاقه في اكادير وفي مراكش 100 درهم في النهار كنسيرهم انا كان الدراري ما كنضغطش عليهم هاد الخدامه هادو كورونا كامله نعستها جات خدمه وحده خدمتها في الدروه ومخدم معايا الدراري غير ولاد الباك كذا وكيسمعوا حيت انا كنركز حيت اي حاجه توقع غنمشيو للحبس ما عندي لا ورقه لهم يحزنوا الانسان اللي ديما واحد نيت صيفطوا لي السيد من البلاد ما كيتصنتش ليا حبستو ولد صاحبي حبستو علاش حيت ممكن غادي نطلعوا للطروازيام تما يطيح ليا الدري باقي صغير هم مشاكل مع البلاد ومشاكل معايا انا يعني الانسان اللي ما كيكونش عقله صغير وكيسمع ليا ما غاديش يخدم معايا يعني شديت الخدمه ديك الساعه وثاني في اكادير انا وياه حنا استدنا شدينا جوج موبلات يعني بدينا نهار الجمعه جاء نصراني في الشركه ديال البرتغاليين شاف الخدمه ديالنا قال عيط للشيفان ديال البرتغاليين قال لهم هاد الناس راه مزيانين هادشي اللي كنعاود لك راه 2010 قال لهم هاد الناس راه مزيانين يعني قال لهم عطيوهم الخدمه خدمنا دارت السيمانه يعني غادي يوقع واحد المشكل ما تصورتوش انا وكون عايش صاحبي ما غاديش محال تكون هاد اللحظه هذه يعني كنا سطرنا بزاف ديال الاهداف وشدينا ديك الخدمه بالثمن وكنا معولين غنسالي ولا ديك الخدمه غنديروا المشاريع ديالنا وغنخرجوا للاسف الشديد قدر الله وما شاء وفعل نهار الجمعه يعني كنخدموا وصلت خدمنا مع ديك ال 12 المهم صلاو الناس رجعنا طلعنا الفوق يعني بديت كنهضر معاه حيت واخا خدامين كنهضروا في هذاك الشيء اللي غنديروا في البلاد كذا وواحد شويه بان لي واحد الموتور دايز هذه هي اخر كلمه قالها الدري صاحبي الصديق ديالي ولد الدوار ديالنا في قلعه مقوله يعني الانسان مسكين اخر كلمه قالها داز واحد الموتور حدايا قلت ليه وحنا في السانكيام ايطاج راه ماشي راه واخا خدام في السانكيام ايطاج راه كاين اللي كيشوف بنادم خدام في السانكيام ايطاج ما كاين لا سيكوريتي لا والو يعني خاصك تكون مؤهل نفسيا بزاف ديال الحوايج الشركه ما فيهاش سيكوريتي لينا كنهضروا انا وياه بحال هكا قلت لي واحد الموتور دايز قال لي لا ما باقيش تقول لي الموتور اخويا حمدي حيت سميتني حمدي انا قال لي غادي نسالي ولاد الخدمه غادي نمشيو نديروا مشاريع غادي نحيدوا من هاد البني ماشي مشكل حنا خدامين شويه جا واحد الكاميو شركه ديال البرتغاليين عطاتنا واحد بوطونيه صغيره كنخلطوا بها بغى يدوز واحد الكاميو قال لي الشاف داركم خاصكم تحيدوا البطونيه قلت الدري صاحبي بقى الفوق انا غنمشي نهبط مع داك السيد اللي تحت نحولوا البطونيه باش يدوز الكاميون المهم هبط مع داك الموبل جيت هزيت هذيك البطونيه انا والدري صاحبي حولناها يعني فاش كنحولوا هذيك البطونيه قد دينا البلاصه داز الكاميون بغيت نرجع هذيك البطونيه لبلاصتها قال لي واحد السيد ما ترجعهاش ما كملاش السكون ديال المكانه كتهز راسك الفوق كتشوف صاحبك جاي صاحبي انا راه جاي يعني في الطروازيام يعني وصلت الطروازيام راه جاي جوج طاج والله الا عيني في عيني اقسم لك يمينا الا باقي كنتذكر هذيك اللحظه 2010 صدمه قويه جدا عيني في عيني وصلت الطروازيام ضربات واحد الجعبه في الراس بعداتو يعني كيوصل الارض مسكين كيتبومبا واحد 50 سنتيم كيتهز كلشي كيهرب كاع الناس اللي كاينين حدايا تما كلشي هربوا مشيت هزيتو انا باقي صغير ديك الساعه 2010 شويه راه باقي ما عرفت المهم شويه ما ماشي بحال دابا راه 13 عام ولا ما عرفت شحال هزيتو كيخرج ليه الدم من عينيه من فمه من كذا بغيت غير اللي يشدوا ليا باش نعيط على الدراري الاخرين حيت حنا سته عيط على الشيباني شدوا عيط على دوك الدراري قلت لهم هبطوا كنقول لهم هبطوا ما بغوش يهبطوا ما بغيتش نقول لهم هبطوا راه طاح يعني واحد اللقطه كنقول لهم هبطوا راه طاح راه طاح فلان واحد الانسان اخر كان غيطيح يعني هبطوا هزينا بلا بيلانس دينا لواحد المصحه في اكادير جنصراني شافوا المهم وصلنا عند الطبيب قلنا للطبيب راه ما غاديش نعيطوا لوالدي حنا راه يلاه جينا في البلاد الله يرحم لك الوالدين الا كان السيد غيكون لاباس حنا غادي نمشيو نخدموا عليه تيكون لاباس ونديوه للبلاد هذه هي الافكار ديالنا ديك الساعه قال لك الطبيب ماشي مشكل ديروا السكانير مشينا درنا ليه السكانير قال لك عطوني ليكوش وسيروا بحالكم حنا سته عطا جبنا ليه ليكوش حطينا لافونت 10000 درهم 10000 درهم ديال لافونس حتى هذوك الدراري مشاو لمحلهم وحنا مشينا محاول قال الطبيب خليو لي النمره خلينا ليه النمره دينا لهذاك حطينا ليه ليكوش قال لك سيروا فاش جينا يعني الطبيب مع 11 ديال الليل كيعيط مع واحد الدري صاحبي كيقول لي راه السيد كيتوفى يعني غادي تعيط لباه امه قول له السيد راه كيتوفى انا ما في راسي والو هما كاريين في واحد البلاصه حنا كاريين يعني حنا معولين مع 6 الصباح غادي نمشيو عاوتاني لهذيك الخدمه فين طاح السيد
هذيك الخدمه في البلاصه فين طاح هذاك السيد بعد ما نسيت واحد اللقطه ما عاودتهاش. فاش داتو لابيلانس قال لي نصرين غطلعت فين هذيك البلاصه، يعني رجعت لهذيك البلاصه فين طاح هو تفينيت هذيك البلاصه. المهم جا عندي قال لك راه عيط لي الطبيب اش كاين اش كاين، هزينا بتي تاكسي مشينا لجميع الصحافه كادير، تلاقيت مع الباترون قال لك اجركم الله، يعني كنهبط مشينا على الطبيب هبط جريناه في الفريق وقصته بحال هكا وبسو، يعني هذا الشيء ديال البني راه ما صراحه وما كاين والو. باش نكون معاك واقعي شحال استافد، يلا 5 مليون درهم من 2010 مات صاحبي مسكين، والديه ما استافد والو، يعني راه مشى حيت كاع من هذوك الشركات تما فين دخلت لهذوك الشركات اللي قلت لك درت فيهم المظاهرات كذا، بديت كنبغي نهضر مع الحقوق ديال البنايه وكذا، حيت الانسان اللي كيبغي مع كل ما غاديش يبغيو. انا دازوا عليا مشاكل في البني وعندي خبره وكنعرف الخبايا ديال البني وكنعرف حتى كيفاش كيكون هذا الغش ديال البني. راه من هذيك ديال صاحبي انا ما بقيتش دابا راه كنخدم مع الدراري وديما السبت كنخلصهم، انا ما يخلصنيش مول الدار خاصني نمشي نقلب عليهم، الا مخدم معايا شي واحد ولا شي حاجه نهار السبت كنفاريه واخا ما عنديش القانون. الحكومه راه هادشي ديال البني ما عمر شي واحد هضر عليه، باش نكون واقعيين راه ما عمر شي واحد هضر عليه. حنا كبنايه اللي كنتقنوا الخدمه جوده عاليه راه كنخدموا الخدمه فابور في الدار البيضاء هنا اكثر من 100 دار، نمشي معكم وحده بوحده وغتشوفوا الفينيزيون ديالي وغتعجبوا. الا دزت حدا هذا دابا غنقول لكم هذا الانسان اللي خدامه ما غاديش تيقوني. انا راه علاش عطيتكم انسان مشهور باش غير تمشيو تشوفوا غير هذيك الخدمه، عاد ديك الساعه تقولوا راه هذا اللي كيخدم بيدو. وبعض المقاولين هنايا في كازا راه كيعرفوني، نهار كتكون شي حاجه في الشانتي شي مخاصمه ولا شي حاجه كيعرفوا بان راه كاين شي حاجه في البلان، كنتناقش مع المعلم والخدام هذا هو اللي كاين. وكنتمنى هذه الرساله ديالي توصل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.